اليوم بتكون انطلاق ان شاء الله عندنا من المركز فهمنا حماس معنويات عاليه ان شاء الله باذن الله ان اليوم بطلت يعني الله يعطيكم العافيه ننتظر الحين عشان الوقت نحن حاليا متواجدين في الميدان نجمع العينات المطلوبة لدراسة المناعة لمرض كوفيد 19 لسكان إمارة أبوظبي. بتساعدنا الدراسة في فهم مدى انتشار مرض كوفيد 19 في الإمارة وبتفيد جهود الصحة العامة في التقليل من تفشي الوباء. الزيارات الميدانية تشمل جميع سكان إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين في المناطق الداخلية والخارجية. يتم قياس الأجسام المضادة لمرض كوفيد 19 في الدم. يسمى هذا الاختبار اختبار المصلية أو اختبار الأجسام المضادة. هذه الاختبارات توفرنا معلومات عن العدوى السابقة بفيروس كوفيد 19 حتى بعد تعافي الجسم منه. دراسة المناعة لمرض كوفيد 19 لسكان إمارة أبوظبي تعكس الجهود والتعاون المشترك بين الجهات الصحية المختلفة وأيضا الجهات الأكاديمية لدعم الاستجابة الوطنية لمرض كوفيد. ما أهمية هذه الدراسة؟ راح تساعدنا بشكل كبير للتخطيط للمرحلة القادمة من ناحية تحديد أولويات الفئات اللي راح تأخذ التطعيمات. أيضاً راح تفيدنا هذه الدراسة في التنبؤ في الزيادة المتوقعة في أعداد الحالات ومن خلال إعطائنا تصور واضح لنسبة المناعة في الفئات السكانية المختلفة والتوزيع الجغرافي المختلف، فهي مبادرة مهمة لدعم الاستجابة الوطنية لمرض كوفيد 19. ستفيد دراسة المناعة جهود الصحة العامة في التقليل من تأثير تفشي هذا الوباء واكتشاف أدلة تثبت وجود استجابة للجهاز المناعي في الجسم ضد فيروس كوفيد 19 لدى سكان إمارة أبوظبي. وتم البدء في تجميع عينات في تاريخ 19/7 من خلال قيام بزيارات ميدانية للمنازل. أولاً لازم نأخذ موافقة من صاحب المنزل، وبعد أخذ الموافقة يتم الفحص وتجميع العينات لجميع أفراد المنزل. أخذ العينات من خلال الزيارات الميدانية اللي تقوم بها عدة فرق. Have you had like a corona within your family members or any of your friends? No. Did you had runny nose in past 6 months? Did you have any problem with shortness of breath, like you cannot breathe? Shortness of breath? No, I did not experience. نحن في مدينة الشيخ خليفة الطبية بأبو ظبي في مختبر علم الأمراض. دورنا كمختبر في مدينة الشيخ خليفة الطبية هو استلام العينات من الدراسة البحثية من مختلف مناطق إمارة أبو ظبي بما فيها مدينة أبو ظبي، مدينة العين ومنطقة الظفرة. استلمنا إلى الآن أكثر من 16,000 عينة تخص 16,000 شخص مواطن ومقيم في داخل إمارة أبو ظبي، وقمنا بإرسال العينات الإيجابية إلى المختبر المرجعي الوطني لتأكيد هذه الإيجابية. دور المختبر الحين في هذه الدراسة، قمنا بدراسة طريقة تحليل الأجسام المضادة. الطريقة الأولى تدلنا إذا يوجد أجسام مضادة أو لا في دم الشخص، والطريقة الثانية بتؤكد هذا الفحص وكمان بتدلنا إيه هي نسبة هذه الأجسام المضادة في جسم الشخص المشترك معنا في الدراسة. الهدف من دراسة المناعة بالنسبة لمرض كوفيد 19 لدى سكان إمارة أبو ظبي هو معرفة نسبة الأفراد والجماعات اللي تمت إصابتها بمرض كوفيد 19 من بدء الجائحة ولحد شهر 7 عن طريق استخدام الأجسام المضادة، فحص الأجسام المضادة. طبعاً جامعة الإمارات لها دور أساسي في الدراسة من ناحية التخطيط للدراسة وعمل البروتوكول بالنسبة للدراسة، وأيضاً تدريب الطاقم أو الأفراد اللي راحوا للمنازل، بالإضافة إلى تجميع البيانات الديموغرافية والاجتماعية وكذلك السريرية. معاً يداً بيد لخدمة الوطن الغالي، معاً لرفعة وطننا الثاني. We are doing our best to serve our second.